هذه الأشرطة تتسبب في ضرر كبير لأصحاب هذه الفيديوهات وكذلك عائلات أصحاب هذه الفيديوهات. من الناحية الاجتماعية معي بالأستوديو الباحث الجامعي المختص في علم الاجتماع الأستاذ موسى معطاوي، مرحبا بك. وسيكون معنا بعد لحظات الأستاذ المحامي نجيب بيطام لمعرفة رأي القانون في هذا الموضوع. البداية معك أستاذ موسى معطاوي، يعني الكثير من الحالات نشاهدها اليوم في الفيسبوك، ويعني من السهل أنك تلج هذا الموقع وتشوف آلاف الفيديوهات اللي تنشر يوميا خاصة بالأفراد وبالحياة الخاصة للأفراد. مثلا حادث مروري مروع تكون فيه المشاهد يعني يصعب حتى التعامل معها بالعين المجردة، لكن تنشر على نطاق واسع وبكل بساطة. ما هو تعليقك؟ تحية لك سيدي، تحية لمشاهدينا الكرام. بداية أريد أن أشير إلى أن هذا النوع من التشهير أو هذا النوع من الببليسيتي هو نوع من البروباغندا. البروباغندا تقتضي كل ما يحمل مضمونا جنسيا أو كل ما يحمل مضمونا فيه الدم، فيه صور الانتحار، فيه صور القتل، الحرب، التدمير، إلا وله النوع من الإثارة أو النوع من أو الأشياء التي تثير المشاهدة أو تثير الرعب، فيحمل هؤلاء هذا الطابع ويروجون لهكذا صور ولهكذا فيديوهات. القصد منهم هو معاناتهم مما يسمى بالرهاب أو الإرهاب الإلكتروني. هذا الرهاب أساسا يعود إلى ما يعرف بمعاناتهم من التفكك النفسي، وأنهم قد يمتلكون في حياتهم الماضية أو في ماضيهم قد عاشوا حياة من هذه الحوادث، أو قد عاشوا حياة من هذا من الإيذاءات الجسدية وحتى الإيذاءات النفسية، أو قد عاشوا حتى حادث المرور بذاته. نشوف وجهة نظر القانون في هذا الإطار. الأستاذ نجيب بيطام معنا عبر الهاتف، مرحبا بك. كيف تعلق أستاذ أو ما رأي القانون في تداول أشرطة فيديو خاصة بالأفراد، خصوصا إذا تحدثنا على حالات إنسانية مثل حوادث المرور، الحالات المرضية المستعصية إلى غير ذلك؟ شكرا أخي نصر. أولا نشكرك على اختيارك لهذا الموضوع بالضبط، لأنه حساس جدا وكثير التداول في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن أنا من وجهة نظري الخاصة أراه من زاويتين، زاوية الفائدة وزاوية الضرر. فعندما نوثق حادث مرور، إنسان يسير في طريق سيار وحامل الجهاز تاعه ويقوم بتصوير، فيحدث أمامه حادث مرور، يوثق الظروف التي سبقت الحادث ويسلم هذا الشريط مثلا لمصالح الامن، فهذا يساعد في تحديد اسباب الحادث. هنا تكمن الفائده. نعم صحيح، الجانب الايجابي، ولكن قد تتحول هذه الوسيله الى ضرر عندما يقع الحادث وينزل الشخص ويتوجه الى الاشخاص اللي كانوا في السياره والدماء تسيل، ويقوم بالتصوير ثم بنشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يضعها في متناول الجمهور. هنا يتحول الى فعل يعاقب عليه القانون، يعاقب عليه القانون باحكام الماده 303 مكرر من قانون العقوبات اللي يمنع وضع صور اشخاص او اشرطه فيديوهات ووضعها في متداول الجمهور. لكن اقترح هنا حتى ما يكونش الضرر، اقترح اذا الانسان يحب يبث الظروف تاع الحادث وما عقب الحادث، ان يغطي الاوجه، اوجه الاشخاص المتضررين الضحايا، ان لا يبين الاوجه وان لا يبين لوحات ترقيم السيارات التي ارتكبت الحادث. وهكذا ربما تعم الفائده، لانه ننظر من ناحيه التحسيس بمخاطر السرعه مثلا في الطرقات. نعم بارك الله فيك. طيب عودة لك أستاذ معطاوي، كنت تتكلم عن الحالة النفسية اللي ممكن يعيشها هذا الشخص الذي يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد أنه في هدف آخر، مثلا صفحة من الصفحات لكي يعني تزيد من روادها وتزيد من المشاركين والمعجبين بالصفحة، تعتمد على هكذا فيديوهات يعني يميلون أكثر شيء إلى الشذوذ أكثر منه إلى الحياة الطبيعية، سواء نشر كل ما يتعلق بالدم وكل ما يتعلق بالأمور التي تستفز العين المجردة ويعني تدعو إلى الفضول. هؤلاء يا سيدي يرون السواد، هؤلاء وضعيتهم السيئة أو حياتهم السوداء يبغون أو يودون أن يعمموها على الجميع، فما يعيشونه سيئا ماذا بهم؟
الجميع يعيش هذا السواد، والجميع يعيش هذه المشاهد الرعب. شاهد ما تقوم بترويجه هوليوود أو الشركة الأمريكية لإنتاج الأفلام. أغلب الأفلام المروجة وأغلب الأفلام أو الأكثر أفلام المشاهدة هي الأفلام التي تحمل طابع الرعب وطابع الخوف، وهذا ما يحذر أو ما يبدي لنا عنصر التنافس. فحتى مواقع التواصل الاجتماعي أو القائمين على السوشيال ميديا يقومون بعملية تنافس، فالذي يصور حادث مرور عادي أو الذي يأتي بالمعلومة فقط، هناك من يريد أن يسابق هذا الشخص ليدلي بدلوه كذلك، ولكن بأكثر مشاهدة وبأكثر معجبين. ليس حتى إنه. أنهم يعني يستعملوا بعض العناوين لتكون فيها إثارة، لا تفوت مشاهدة هذا الفيديو، يحط لك صورة ويقول لك إذا تريد متابعة البقية أو متابعة الفيديو كاملا اتصل بالصفحة أو ضع جيم على الصفحة. يعني كل هذه الأمور تساعد ربما أو تدل على شيء سلبي يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. هو سيدي نصر الدين، حينما نتحدث عن البروباغندا التي أشرت إليها مسبقا على أساس أنه التسويق أو التشهير يكون إما بمضمون لسكس الجنس، هذا الشيء أولا يثير الانتباه، يثير الهلع. الشيء الثاني هو كل صورة تحمل العنف، تحمل الدمار، تحمل التطرف، تحمل هذه الأمور. لو تعود إلى ما قامت به داعش في ماي 2015 حينما أرادت أن تتوجه إلى الاتحاد الأوروبي، ما الذي قامت به الترويج به عبر صفحات الفيسبوك وعبر شبكة العنكبوتية وحتى عبر اليوتيوب؟ قامت بنشر الصور المرعبة وكأنها تريد أن تبلغ نوع من التهديد والرعب وحتى الاستقطاب للمتطرفين لها، وهذا ما أشارت إليه هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة. يعتمد على تقنيات واسعة أو متطورة جدا في التصوير لإبراز شيء معين وهو الرعب، هذا الحدث. طيب عبد الله أستاذ نجيب بيطام، هل بإمكان الأشخاص المتواجدين في شريط الفيديو ضحايا مثلا حادث مرور أو الذين يعانون من حالة مرضية كانوا محل يعني تشهير عبر الفيسبوك، أم حتى أهالي الضحايا رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض مادي أو معنوي في هذا الإطار؟ بالتأكيد إذا كان الهدف من نشر ووضع تلك الفيديوهات في متناول الجمهور بغرض التشهير بالضحايا وتبيان وجه الضحية، فهذا يعطي الحق للضحية المجروح أو لأهل الضحية المتوفي يقدمون شكوى ضد هذا الشخص الذي قام بنشر هذا الفيديو، لأن هنا الغرض خارج عن الغرض الإيجابي ولا غرض سلبي وهو التشهير بالضحايا، يبين الأوجه تاعهم. وأنا قلت هذه ذو سلاح ذو حدين، فيها منفعة وفيها مضرة، وحتى يتفادى الناشرون المضرة عليهم بتغطية الأوجه. أنا أتفهمهم، البعض أو الأكثر منهم ينشرون الصور بغرض التنبيه وتبيان مخاطر الحوادث، ولكن البعض منهم ينشر ذلك بغرض التشهير، وهذا يمنعه القانون ويعطي الحق. طيب من يحدد ربما وجهة نظر؟ يعني النية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ومجرد وضع شريط فيديو على الفيسبوك لا يمكن التحكم فيه، أنه يمكن أن ينتشر ربما في لحظات على نطاق واسع. أنا راني معك هذا لازم هذا الغرض من هذا مناقشة الموضوع في قناة النهار، تنبيه المواطن أنه موش من حقه باش ينشر صور تبين وجه الشخص أو لوحات طرقين تاع السيارة اللي تخلينا نعرفوا السيارة نتاع من، موش من حقه. هذا فعل يمنعه القانون، يتوقف على إذن الضحية أو إذن أهله. أما نقوم بنشره هكذا ونبين الوجه ودينا كيفاه تسير والصور الفظيعة، هذا يعني يمس شوية باعتبار هذا الأشخاص هذا، ويعطي الحق لأهل الضحايا باش يلجؤوا للقضاء ويقدموا شكوى ضد هذا الأشخاص. إذا نغتنم هذه الفرصة باش ننبه الشباب أنه القانون يمنع تبيان، ماشي غير في حوادث المرور، في كل المواقع يجب عندما نحب نبين حاجة بغرض التنبيه عليها لازم نغطيه الأوجه. ما عارف كيف تسميه، ثم المصطلح في الإعلام فلوتي ولا كيف تسميه، ثم بعض الأحيان تعملوا أشرطة وتغطيوا الأوجه، هذا ما ينبغي أن يكون، وإلا تحول الأمر إلى جريمة يعاقب عليها القانون. طيب عودة لك أستاذ معطاوي، كنا دائما نتساءل لما نشاهدوا يعني أشرطة فيديو يعني التقطت في دول أخرى غربية إن صح التعبير اللي سبقونا في هذا المجال تاع الهواتف الذكية إلى غير ذلك، كنا نسألوا يعني نقولوا كيف يمكن لهذا الشخص أن يصور
في هذه الواقعة وفي هذا التاريخ بالذات، في هذا الأمر أو في هذا الوقت يعني المفروض يكون مهول ويكون مخيف. كنا دائما نسألوا هذه الأسئلة لما نشوف شريط فيديو. اليوم هذا الشيء متاح اليوم عندنا، يعني عندنا الوسائل التكنولوجية لتسمح بالتقاط صورة أو شريط فيديو في أي موقف، وهذا الشيء إيجابي. يعني حتى نحن في يعني كإعلاميين يهمنا أنه نحصل على الصورة، يهمنا أن نحصل على المعلومة، ولطالما شكل هذا تحدي بالنسبة للصحفي. لكن إذا ما خرج هذا الأمر عن نطاقه يصبح سلبي. كيف يمكن استغلال الصورة أو استغلال هذه الوسائل في وسائل إيجابية أو توجيه هذه الظاهرة السلبية إلى شيء إيجابي ربما يمكن أن نفيد به كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ جميل. ما يتعلق بتوجيه الرسالة الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي هو ما تقوم به أحد الصفحات الفيسبوك في المجتمع الجزائري. هي تنشط، هي تعلم مثلا بازدحام مروري، بطريق مهترئ، بوقوع حوادث مرورية. هناك صفحات جد نشيطة في هذا المجال قصد التوعية. نحن لا نقول بأن أولئك الأشخاص الذين يروجون لهكذا صور ولهكذا فيديوهات قد نقصيهم أو قد ننفي عليهم حسن النية. هي حملات تحسيسية في نهاية المطاف، ولكن ليس بهذا الزاد، ولكن كذلك ليس بهذه الصفة التي تبدو شنيعة إلى حد ما. هؤلاء قد انفصلوا. حتى الفئات العمرية تلعب دور، نعلم أنه لأغلب رواد الفيسبوك هم من الصغار، من صغار السن، والمراهقين. إلا أنني إذا اجتهدت سوسيولوجيا يمكنني أن أقول أن أولئك الأشخاص الذين يروجون هكذا مظاهر وهكذا صور قد يتعدى سنهم 30 سنة ومجملهم من جنس الذكور. أنا لا أظن أنه 18 سنة أو 17 سنة قد يقوم هو بتصوير لايف أو مباشر حادث مرور أليم. كذلك الشخص الذي يقوم بتصوير هذا الحادث التدميري أو حادث مرور أو أي شيء من هذا القبيل إنما يكون قد تشبع، ديجا عنده خبرة في هذا المجال، أو يكون خارج وعيه، خاصة إذا كان الذين يتعاطون أقراص المهلوسة، فبالتالي سوف يغيب تماما وعيه وعقله لتقديم هكذا مشاهد وهكذا صور، وحتى يبارطاجيها يجيه شيء عادي. ولكن حينما يصحو سيتدارك ذلك الأمر ويقوم بحذف هذه المشاهد. طيب ناخذ ربما أهم العقوبات اللي ممكن تترتب عن التشهير بالأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشق الإنساني، هذا اللي نتحدث عليه. أستاذ بيطام. نعم قلت القانون، ما هي أهم العقوبات التي يمكن أن تسلط على هؤلاء الأشخاص إن صح التعبير الذين يشهرون بأشخاص فيما يتعلق بالشق الإنساني والضرر هذا الإنساني؟ نعم، العقوبة أخي ناصر محددة في أحكام المادة 303 مكرر من قانون العقوبات، وهي تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 50 دينار جزائري إلى 300,000 دينار جزائري، من 5 مليون سنتيم حتى 30 مليون سنتيم. تلاحظ معي أن المشرع شدد في عقوبات على هكذا أفعال تمس بالحياة الخاصة بالدرجة الأولى للأشخاص. شكرا جزيلا لك أستاذ نجيب بيطام، كنت معي عبر الهاتف، شكرا على هذه المداخلة. كسؤال أخير أستاذ معطاوي، يعني سلوكاتنا الإيجابية اللي نحاول ربما على قلتها اللي موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمكن توسيع دائرتها من خلال الاعتماد على التصوير، من خلال الاعتماد على التبليغ، من خلال شريط الفيديو. كيف يمكن غرس هذه الثقافة منذ التنشئة؟ وانت تحدثت في البداية أنه أغلب الذين يقومون بمثل هذه الأعمال عن قصد هم يعني لديهم خلفيات أو لديهم ربما ماضي عنده علاقة. طبعا أنا أثمن قبل كل شيء، أثمن ذلك المجهود الجبار الذي تبذله دافيز هانتيغون رئيسة قسم السلامة العالمية في موقع فيسبوك، التي تريد أن تدفع مؤسسة فيسبوك إلى سن قوانين رادعة إلى كل أولئك الأشخاص الذين يروجون هكذا مظاهر وهكذا صور دمار وهكذا صور خطف وحرب وقتل وحتى حوادث مرور من جهة. وكذلك أو مؤخرا تحاول دافيز هانتيغون في مؤسسة فيسبوك الحيلولة دون نشر ما يسمى بالصورة الإباحية الانتقامية. هناك أشخاص يودون ويرغبون في الانتقام الإباحي، هي تحاول أن تكبح هذا الأمر من جهة وأن تكبح كذلك تلك المشاهد المرعبة في هذه المؤسسة.
شكرا جزيلا لك أستاذ موسى معطوي، كنت ضيفي هذه الصبيحة، شكرا على كل هذه المعطيات. صحيا الآن يتسبب زواج الأقارب في تسجيل حالات